تهدئة بقى في هذا التوقيت، واستمرار بقى العملية اللي هي موجودة، العملية الديمقراطية بكل تفصيلاتها والخريطة اللي موجودة بالشكل الحالي يعني. صح. بس انا فكرتي في ان هو احنا عايزين الاسلام المعتدل. احنا ناس مسلمين او كنا مسيحيين متدينين بطبيعتنا، احنا ناس متدينين، وعشنا طول حياتنا وابائنا وجدودنا في نوع من السلام الاجتماعي. السلام الاجتماعي يعني ممكن تكون حضرتك في هنا هوت في البيت ده في الشقة دي، وفوقيك واحدة جارة مسيحية أو مسيحي، في نوع من الألفة والحب والتآخي ما بين العائلات. أو كانت مثلا جدتي تقول لي، أنا كانت جارتها يهودية، وبيتبادلوا الحلل والأكل، لأن كان في حب ما بين الناس. وده ديننا، وده الدين الإسلامي. احنا مش كنا مغيبين عن الدين الإسلامي وبعدين اكتشفنا الدين الإسلامي النهاردة، لا، ده ديننا احنا، ديننا اللي قايم على حب الناس والتآخي، وده اللي خلاه ينتشر. يعني الدين الإسلامي انتشر في الجزيرة العربية، من الجزيرة العربية في خلال 50 سنة كان واصل للأندلس وواصل لإندونيسيا. ازاي هذا الدين ينتشر إلا العلاقات وبالتجارة وبالعلاقات الطيبة وتقديم النموذج. بالعمل والحكمة والموعظة الحسنة، لكن بالشدة والعنف وتشويه صورة الدين، مش دي الطريقة اللي انتشر بيها الإسلام. اتصور ان يعني هذا الشدة والتطرف اللي بنتكلم عنه كان في مرحلة سابقة نتيجة يعني قمع النظام الحاكم، لكن كل التيارات الإسلامية اللي موجودة دلوقتي يعني اتصور حتى اللي هيصل منها الى الحكم هل هيمارس نوع من التشدد، ولا ده ظلم ليهم ويعني في افتراء عليهم؟ لا، أنا هو هيبقى في دماغه الحكم ويغازل الناس، ويعني اتصور انه هيبقى زيه زي اي حد حاكم يعني، كلامه هيتغير لما يجي يقعد على الكرسي، النظرة والطريقة والتفكير والاسلوب والفلسفة كل ده هيتغير. طيب، تملي لو عايز تعرف التاريخ اقرأ اقرأ الايه الماضي الماضي اقرأ التاريخ. التاريخ احنا لنا تجارب مع وجود سلطات دينية في الحكم. في كذا سلطة دينية تكونت في السودان، في إيران، ونبص على الوضع في إيران لما تكونت الدولة. وما تقوليش إن هم عشان شيعة وسنة، لا، معلش، في الآخر هو التحكم الدين في المكان، في كل شيء في مرجعية في طبعا، المرجعية. يعني بلاش، عشان بغض النظر ان ده شيعة وسنة، ما فيش داعي للحتة دهيت. هو في الآخر اللي قام بس بالثورة، يا ريتنا نبقى ايران في تقدمهم وعلومهم ووصولهم يعني. يا ريت، هايل. في إيران اللي حصل إيه؟ مين اللي قام بالثورة في إيران؟ شباب عاديين، لا، ومنهم كانوا شيوعيين، ومنهم كانوا ليبراليين. لكن أول ما والإمام خميني لما نزل إيران، لما نزل أرض إيران، أعلن دولة مدنية، ما عملش دولة دينية في الأول. ولو تذكر إن كان رئيس الجمهورية بتاعهم اسمه جه بعد الشاه محمد رضا بهلوي اللي بعديه، كان رئيس جمهورية من أنا ناسي اسمه، بس كان رئيس، كان أستاذ في الجامعة، أستاذ في الجامعة، ما كانش من المشايخ أو أي حاجة زي كده. ولكن مرة واحدة تم اعتلاء رجال الدين للسلطة والتحكم في إدارة البلد. والنهاردة الشعب الإيراني بيحاول يفك نفسه من هذه السلطة، مش عارف. لأنك أنا دلوقتي لما أكون في السلطة وأنا آرائي ما تعجبش الشعب، هما هيقولوا إن أنا رأيي ده مش سليم، أنا رأيي ده مش سليم، وممكن يسقطوني أو يجيبوا حد غيري أو كده. لكن لما أنا أكون سلطة دينية، هل هم يقدروا يقولوا إن أنا كلامي غير مظبوط؟ ما يقدرش، لأن هو لما هيقول إن أنا كلامي غير مظبوط يبقى هو بيعارض بقى السلطة اللي هي هيبقى كافر ومسلم بقى، بالظبط، مش هيبقى معارض وتابع النظام. هو بيعارض بيعارض الأوامر الدينية، أوامر الدينية. فزي يعني الكلام اللي قاله رئيس وزراء تركيا أردوغان، قال لك إيه؟ قال لك أنا لما أغلط أو أصيب فأنا اللي بغلط وبصيب، لكن ما أحطش ديني اللي هو بيغلط ويصيب. ما هي دي الحجة اللي بتتقال يعني الليلة نهار طبعا عليهم، لكن في النهاية يعني بعد هذه الثورة والشباب وميادين التحرير اللي في مصر كلها،
هل من المتصور ان اي طيار يجي يقدر ينفذ اللي هو عايز ينفذه، سواء كان يميني او يساري ايا ما كان توجهاته؟ زي ما قلت لك، التيار الديني في مصر هيحكم باسم الشريعة. يعني التيار الاسلامي هيبقى اقوى من مبارك؟ هيكون اقوى من مبارك. اقوى من مبارك. ايوه طبعا هيكون اقوى من مبارك، لانه هيحكم باسم الدين. طيب الحكم باسم الدين هيقول لك انا اصبحكم انت ضد الشريعة، انت مش هتقدر تقول ان انا ضد الشريعة، مفيش حد مننا ضد الشريعة، لكن لكن انا ضد تفسيرك للشريعة. اي شريعة. احنا مذهبنا مذهب وسطي، احنا مذهبنا مذهب وسطي. يعني ايه مذهب وسطي؟ يعني احنا بناخد مثلا من المذهب الشافعي، لكن لو شفنا حاجة كويسة في المذهب المالكي ناخد منه، وبعدين لو في ناخد منه، لو مذهب احمد بن حنبل هناخد منه. لكن في وجود طيار، واسمح لي ان انا ممكن اسميه بالاسم، هو التيار السلفي، فهو منبع واحد، وهو منهب منبع ابن تيمية واحمد، بالضبط، واحمد ابن حنبل، ولا يخرج عن هذا النطاق اطلاقا اطلاقا. مش ممكن واحد من التيار السلفي هياخد حاجة من التيار المالكي. بس الكلام ده في العبادات، لا، لكن في السياسة هم كان ملهمش أي علاقة بالسياسة. ما السياسة، السياسة شيء، والتطبيق الدين شيء تاني. أنا دلوقتي أنت كطيار، هل أنت هتقدر تغير من مفهوماتك وتتوجه بتوجه عالمي؟